بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم المصرية. النهاردة هنستكمل درس الحياة السياسية والإدارية اللي احنا بدأناه الحصة السابقة، أخذنا فيه جزء نتذكره كده مع بعض. طبعا بأبنائي وبناتي متعودين معايا ان احنا بنبدأ بالخط الزمني، وبصر على ان احنا يكون معانا اثناء المذاكرة واثناء الشرح للرجوع اليه والاستفادة منه في تنظيم معلوماتنا. واتفقنا في الحصة السابقة من الحياة السياسية والإدارية ان احنا هنبدأ بتنظيم مذاكرتنا للدرس ده، لأن في معلومات وفي حقائق تاريخية إحنا المفروض نعرفها بشكل عميق، مش هقول حفظ، ولكن نتعرف عليها بشكل فيه عمق، نفهم ونستنتج ونحلل منه المعلومة والحقيقة التاريخية. واستخدمنا أسئلة اسمها الأسئلة الخمسة عشان تنظم معلوماتنا وإحنا بنذاكر، وقلنا هناخدها كده وهنستمر وأثناء الشرح هننظمها بشكل يعني يكون واضح قصادنا المعلومة بدون ما نحفظها، يكون فيها فهم بنستنتج منها المعلومة بشكل صريح وبشكل واضح، اللي هي الأسئلة الخمسة: من ومتى وأين وكيف ولماذا؟ واتعرفنا على طبيعة الحياة في مصر، وعرفنا إن النيل والزراعة أدوا إلى وجود حياة فيها تنظيم إداري وسلطة مركزية تحقق فيها الوحدة السياسية بشكل قوي، ونظام حكم قوي ومع قضاء عادل، وجيش منظم وشرطة تحافظ على الأمن الداخلي. وعرفنا ليه المصري القديم عرف هذا الموضوع، يعني هذا النوع من الوحدة منذ القدم، لأنه أدرك إن الوحدة هي الطريق الوحيد لبناء وتكوين دولة قوية. وإحنا طبعا عرفنا في الدروس الأولى من منهج التاريخ، عرفنا إن من خلال نظرية وولد ديورانت عن الحضارة أن الأمن وإحساس الإنسان بالأمن والأمان يجعله يتطلع إلى الإبداع والإنشاء والابتكار، ومن ثم تقوم حضارة عظيمة. تمام؟ وعرفنا إن مصر القديم من خلال الأسئلة الخمسة اللي إحنا قلنا ننظم بيها المعلومة بشكل فيه فهم، إن مصر القديم بدأ يفكر في هذا عندما استقر على ضفاف النيل فأنشأ القرى والمدن، ومن هنا تكونت الأقاليم، ثم حدثت الوحدة التاريخية الأولى سنة 4242 قبل الميلاد على إيد حكام الدلتا، على إيد حكام الدلتا، وكانت العاصمة بتاعتهم أون أو هليوبلس أو ما يعرف حاليا باسم عين شمس. لو تلاحظوا إن الوحدة الأولى كان مقرها في أون أو عين شمس، كانت هنا موجودة هنا، ثم وسيطرت على البلاد كلها، ولكن هذه الوحدة فشلت، وقامت الوحدة التاريخية الثانية سنة 3200 قبل الميلاد على إيد الملك مينا، وعمل العاصمة بتاعته منف علشان يوحد المملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وتكون تحت سيطرة مركزية بعاصمة مركزية يعني تقدر تسيطر على الشمال وتسيطر على الجنوب. وعرفنا إن حكام أو خلفاء الملك مينا ومعاهم طبعا مينا لما سيطروا على البلاد، لما تم إحكام القوة على البلاد بشكل فيه قوة مركزية لحاكم واحد فقط يحكم بين الشمال والجنوب بين الدلتا والصعيد، بدأوا يعملوا عملية روابط اجتماعية بين الشمال والجنوب، عملوا ازدواج للألقاب، ليست السيطرة فقط على الجنوب على الشمال، ولكن عشان يشعر الشمالي والجنوبي إنهم في بلد واحد وشعب واحد. واهتم بالأعياد الدينية، سواء الأعياد اللي تخص الشمال وأعياد تخص الجنوب، فكان حكم فيه نوع من أنواع الشيء الاجتماعي
اللي ما يحسش الشمالي ان هو مسيطر عليه من الجنوبي، لان احنا كلنا منذ القدم شعب واحد وبلد واحد. ولذلك الوحدة التاريخية اللي كانت على ايد الملك مينا او نعمار استمرت اللي هي الاسر يعني لحد الاسرة الـ30، تمام. واخدنا وعرفنا تعرفنا مع بعض على التاج الجنوبي والتاج الشمالي والشعار والآلهة. احنا كده بنعمل ريفيو بسيط على ما سبق، واخدنا أسئلة عليها، واخدنا عوامل تحقيق الوحدة التاريخية. نهر ايه سبب الوحدة التاريخية او تحقيق الوحدة السياسية في مصر منذ القدم؟ كان لها اسباب، يعني هي ما قامتش فجأة او بدون سبب، لا، كل حاجة في الدنيا لها سبب يا شباب. كان من اسباب الوحدة، او مصر عرفت الوحدة المركزية منذ القدم، بسبب وجود نهر النيل اللي ربط بين القرى والمدن والاقاليم المختلفة، وانبساط الارض وامتدادها من الشمال والجنوب، من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، وده ساعد على الاتصال والاختلاط بين الشمال والجنوب. كمان مصر فيها خيرات وخصوبة أرضها، ده اللي جعل المصريين لازم يتحدوا علشان يستثمروها ويواجهوا الطامعين فيها. كل دي أسباب جعلت أن الوحدة في مصر تستمر وتكون قوية. واخدنا من عناصر الحكم الملك وعرفنا مهامه، واخدنا كمان الوزير. هناخد برضو نعمل ريفيو بسيط كده على عناصر الحكم الملك. اهم مهام الملك، الملك في مصر يا شباب او الحاكم او في الفرعون كان ليه مهام، كان ليه واجبات وليس له حقوق فقط. كل حد من الكبير والصغير لازم يكون عنده واجبات وله حقوق، لازم نعرف ده يا شباب. الملك كان المصر القديم اعتنق فكرة الملكية المقدسة. يعني ايه كلمة الملكية المقدسة او نظرية الملك المقدس؟ لان الفرعون في نظر المصريين القدماء انه اله، اله على الارض يدير شؤون المملكة وتتركز في ايده كل السلطات، تمام. طبعا نظرية الملك المقدس او نظرية الملكية المقدسة دي نوع من أنواع إطفاء الهيبة والقوة لدى الحاكم. وإحنا عرفنا من الحصص السابقة أن قوة الحاكم تؤثر أو لها أهمية في قوة مصر في هذا الوقت، لأن عندما وإحنا درسنا طبعا في درس ملامح من تاريخ مصر القديمة، فترات الضعف اللي مرت بيها مصر سواء في عصر الانتقال الأول وعصر الانتقال الثاني وفي العصر المتأخر كمان، كانت نتيجة ضعف الحكام مما أدى إلى الفوضى اللي كانت بتتسببها هي الصراع والنزاع اللي بيحصل بين الأمراء أو بين كبار الموظفين أو بين حكام الأقاليم. فعندما يكون على سدة الحكم حاكم قوي ومالك قوي، حاكم قوي ومالك قوي، تكون مصر في أوج قوتها وأوج ازدهارها. طيب إيه هي مهام الملك؟ عرفنا ان هو يدير السياسه الداخليه في البلاد. يعني ايه بيدير السياسه الداخليه؟ يعني كان بيعين الوزراء وبيعين كبار الموظفين وكمان بيشرف على المشروعات. طيب وايه كمان؟ كان بيدير السياسه الخارجيه. يبقى هنا اداره للسياسه الداخليه واداره للسياسه الخارجيه. يعني طب بيدير السياسه الخارجيه بمعنى ايه؟ ان هو كان هو اللي له الحق الوحيد في اعلان الحرب. لو البلد يعني في خطر خارجي او كان في الشعوب المجاوره كانت تهدد امن مصر، كان الحاكم هو صاحب القرار بالحرب، وكان يقود الجيوش ويعقد المعاهدات. ايه كمان من ضمن مهام الملك؟ كان صاحب الحق في اصدار المراسيم والقوانين. يبقى كده مهام الملك تتلخص في شؤون داخليه وخارجيه وقضائيه. وكمان ما ننساش ان هو عنده سلطة دينية. السلطة الدينية دي انت جبتها منين؟ لانه كان يعتبر بمثابة اله على الارض، يدير شؤون المملكة على الارض، تمام يا شباب. يبقى كده مهام الملك تتلخص في ايه؟ مهام دينية، سياسة داخلية او ادارة داخلية، سياسة خارجية، كمان سلطة قضائية، تمام. وأخذنا كمان الحصة السابقة
من عناصر الحكم، أو تاني الهرم في الحكم كان الوزير. وعرفنا إن المنصب دوت، المنصب الوزير، أقدم منصب عرفته مصر القديمة منصب الوزير، وأول ما ظهر في عصر الدولة القديمة، وكان محصور فقط لأهل الثقة. أهل الثقة اللي هم مين يا شباب؟ اللي هو أسرة الملك. أسرة الملك فهم كانوا بمثابة أهل الثقة بالنسبة له، أسرته، فهم هيشكلوا ثقة بالنسبة للملك. ده أمتى يا شباب؟ في عصر الدولة القديمة، تمام. ولذلك أنا برضو هعمل إشارة كده بسيطة على الخط الزمني بتاعنا. نرجع كده للخط الزمني بتاعنا ونضيف المعلومة دي عليه، أو نضيف الحقيقة التاريخية دي عليه. طيب، ونروح عند الخط الزمني للدولة الحديثة ونضيف عليها إيه؟ إن كان في، أما في عصر الدولة الحديثة لما اتسعت شؤون البلاد واتسعت مواردها وأصبحت هناك أعباء كتير، ظهر يعني أصبح إن المهام على وزير واحد فقط كان يبقى صعب عليه، لأن مهام البلد اتسعت ومواردها كترت، فأصبح إن لازم كان يكون أكتر من وزير. فكان هناك وزيرين، واحد في طيبة يقيم في طيبة وده بيشرف على الوجه القبلي، ووزير تاني يقيم في منف وده بيشرف على الوجه البحري ومصر الوسطى، تمام كده؟ طيب، مع مرور الوقت ومع مرور الزمن، يبقى أنا عندي هنا وزير موجود في منف عشان يشرف، موجود معانا على الخريطة أهو يا شباب، منف عشان يشرف على الوجه البحري وعلى مصر الوسطى، تمام كده؟ ووزير آخر في طيبة عشان يشرف على الوجه إيه؟ القبلي. طيب، مع مرور الوقت كان في الأول موجود، أو هذا المنصب محصور في الأسرة الحاكمة أو أسرة الملك لأنهم أهل ثقة. مع مرور الوقت أصبح من يشغل منصب الوزير هم أصحاب الكفاءة والعلم ورجاحة العقل، وليس يشترط أنه يكون من الأسرة الحاكمة، قد يكون من الشعب، من الشعب العادي، تمام، لكن على شرط يكون أصحاب الكفاءة والعلم ورجاحة العقل. يبقى هنا تقديم أهل الكفاءة على أهل الثقة يحقق إيه يا شباب؟ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. الحتة دي يا شباب بتيجي عليها سؤال، يقول المبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن ظهر في مصر القديمة عند اختيار، عند اختيار إيه؟ فرعون ولا الوزير ولا حاكم الإقليم ولا إيه، نقول إيه؟ إيه مثلا القضاء. هنا مبدأ تكافؤ الفرص ظهر مع وظيفة إيه يا شباب؟ مع وظيفة الوزير، تمام؟ طيب، من أشهر من تولوا الوزارة عرفنا إن هو إمحتب في عصر الدولة القديمة، والوزير رخمي رع. هنضيف الأسماء دي على الخط الزمني بتاعنا، وهنحط إمحتب كوزير في عصر الدولة القديمة ورخمي رع في عصر الدولة الحديثة. هرجع تاني وأنبه، الخط الزمني عندي فايدته إن هو بينظم معلوماتنا، ومن السهل جدا إن أنا أستنتج وأحلل وأعرف المعلومة ليها ليه، لأن الخط الزمني بيقسم لي تاريخ مصر إلى فترات زمنية، فلما أحط الحقائق التاريخية في أماكنها يبقى من السهل جدا لما يتسلط الضوء على جزء معين كسؤال أعرف أستنتج منه الإجابة، تمام؟ وأخدنا طبعا مجموعة أسئلة على الجزء ده. طبعا عرفنا إن الوزير هو يعتبر رئيس الإدارة المركزية. هنعرف دلوقتي الإدارة المركزية المقصود بها إيه. الفرعون كان من مهامه إن هو بيساعد في إدارة الدولة وتنظيم شؤونها. طب أنا لو شلت كلمة إدارة الدولة يبقى هنا سلطة إيه؟ سلطة إدارية، تمام، وتنظيم شؤونها، يبقى إدارة الدولة تنظيم شؤونها، يبقى هنا في إيد الوزير إيه؟ سلطة إدارية أو اختصاص إداري، لأنه بيساعد الفرعون في إدارة الدولة وتنظيم شؤونها، ويعتبر أو يعد كبير القضاة ويرأس المحكمة العليا، يبقى هنا سلطة إيه؟ قضائية. كمان كان بيسن بعض القوانين، بعض وليس كل القوانين، نخلي بالنا يا شباب من كلمة بعض دي، بعض القوانين. طب منه نفسه كده؟ لا، بتفويض من الملك، بأمر من الملك، يقول له شوف إيه المناسب في هذا الشأن اللي إحنا المفروض ننظم فيه، فكان يسن ويشرع قوانين بأمر من الملك أو بتفويض من الملك. يبقى كده مهام الوزير
مهام إدارية ومهام قضائية. مهام إدارية إن هو بيساعد فرعون في إدارة الدولة وتنظيم شؤونها، وكمان بيشرع القوانين بيشرع القوانين بتفويض من الملك وبيرأس المحكمة العليا. تمام كده يا شباب؟ وأخدنا طبعا نص الوزارة، نص لخطاب الملك إلى وزيره، وبيأكد عليه على ضرورة إقامة العدل بين الناس. وأخدنا مجموعة أسئلة. تعالى بقى النهاردة نشوف، نستكمل حصتنا من درس الحياة السياسية والإدارية بعد ما عملنا مراجعة عما سبق، ونشوف إيه، نستكمل عناصر الحكم. تالت الهرم في نظام الحكم في مصر القديمة هي الإدارة المركزية. كده لو تشوفوا معايا الشباب على السلايدز، نظمت لكم الإدارة المركزية بشكل كده إيه، منظم، ونشوف المعلومات هتطلع معانا إزاي. استخدمنا طريقة اللي هي إيه، اللي أنتوا الشباب اللي معايا اللي عارفين من بداية السنة، اللي هي الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية دي مهمة جدا عشان تذكرنا بالمعلومة بدون ما نحفظها. أنا مش عاوزاكم كلمة الحفظ دي بقى نلغيها من قاموسنا، عايزين نفهم مع بعض. طيب المعلومات، الحقائق التاريخية اللي فيها كلام كتير هننظمها بشكل إيه، منظم. عملنا كلمات مفتاحية كده للإدارة المركزية. مين الإدارة المركزية دي؟ مين اللي كان بيرأسها؟ الوزير. الوزير، أيوه الوزير، اللي هو إحنا قلنا أهو، نرجع تاني للوزير. الوزير إحنا خدناه في حصة سابقة، عملت دلوقتي عليه مراجعة، يعتبر أو يعد رئيس الإدارة المركزية اللي إحنا هناخدها دلوقتي. يبقى مين رئيس الإدارة المركزية؟ هو الوزير. تمام يا شباب؟ طيب يبقى أنا عندي الوزير رئيس الإدارة المركزية. طب الإدارة المركزية دي كانت تتكون من إيه؟ الإدارة المركزية دي كانت تتكون من حاجة اسمها مجلس العشرة، ووظيفة تانية اسمها كاتم أسرار الملك، والناس ومجموعة تانية اللي هم إيه، دواوين الحكومة. يبقى الإدارة المركزية مين رئيسها؟ الوزير. كانت بتتكون من إيه؟ كانت بتتكون من مجلس العشرة الكبار، وكاتم أسرار الملك، ودواوين الحكومة. طب تعالى واحدة واحدة بقى نشوف كل واحد واختصاصه. الإدارة المركزية دي قلنا بتتكون من مجلس العشرة الكبار. مين مجلس العشرة الكبار؟ مين دول؟ مين العشرة الكبار؟ مجلس يختاره الملك. يبقى مين اللي بيختاره؟ الملك. مين اللي بيرأسه؟ الوزير. يعني الاختيار يكون من جانب الملك. مين اللي يبقى رئيسه؟ الوزير. طب ليه كده؟ لأن احنا قلنا إن الوزير يساعد الملك في الشؤون الإدارية. يساعد الملك في الشؤون الإدارية، ودي اسمها الإدارة المركزية. يبقى اللي بيختار العشرة الكبار هو الملك. مين اللي بيرأسه؟ الوزير. طب بيتكون من إيه؟ العشرة الكبار دول بيتكون من كبار موظفي الدولة. كبار موظفي الدولة، وبعض رؤساء الدواوين، وبعض حكام الأقاليم. يبقى العشرة الكبار يتكون من كبار موظفي الدولة، وبعض رؤساء الدواوين، وبعض حكام الأقاليم. طب إيه دوره؟ قال لي دوره الإشراف الكامل على كل مرافق الدولة. الإشراف الكامل على كل مرافق الدولة. طب تعالى كده نتذكر مين اللي بيساعد الملك في الإشراف على شؤون الدولة؟ الوزير. طب هل الوزير لوحده يقدر يشرف على مصر كلها من الشمال للجنوب؟ لا طبعا. وعندما اتسعت الموارد مصر، وعندما اتسعت اختصاصاتها وإداراتها، فأصبح عندي وزير في الشمال والجنوب. طبعا صعب بلد كبيرة زي مصر واحد بس اللي بيشرف، فلازم يعمل له ايه، يكون له ناس تساعده في هذه الإدارة اللي هي كانت الإدارة المركزية. شايفين يا شباب عظمة مصر؟ عظمة مصر منذ آلاف السنين عرفت التخصص والتخصص الدقيق. يعني عرفت التخصص والتخصص الدقيق، وعرفت ان كل واحد ليه مهام، وازاي شيء ينبثق عن شيء، بحيث ان البلد تكون كلها تحت إدارة حكيمة في ذلك الوقت. طيب يبقى دول ايه؟ مجلس العشرة الكبار، دول من ضمن الإدارة المركزية. طب ايه كمان من ضمن الإدارة المركزية؟
كاتمه أسرار الملك. مين كاتمه أسرار الملك دول؟ اللي هو كاتمين يعني اللي هو حافظ السر زي احنا ما بنقول. اللي حافظ السر أو كاتم السر، بس كاتم السر بتاع مين؟ الملك. بس لما أقول كاتمه يعني معناها إيه؟ مش واحد بس، ده أنا عندي مجموعة. كاتمه دي تدل على جمع مش على مفرد، يعني أنا لو واحد بس كنت قلت إيه؟ كاتم أسرار الملك. لا ده أنا بقول كاتمه يعني عدد. ولذلك بنقول مين اللي بيختارهم؟ برضو الملك. يختارهم الملك. وهم إيه بقى وظيفتهم أو دورهم؟ دول معاونون شخصيون للملك. معاون شخصي للملك زي السكرتارية كده يا شباب. يعني شوفوا قد إيه، يعني أنا عاوزاكم تحسوا بقد إيه عظمة مصر في ذلك الوقت. إحنا بنتكلم عن حاجة يعني من آلاف آلاف السنين. من قبل الميلاد، شوفوا المصر القديم كان بيدير البلد إزاي؟ وكانت الإدارة شكلها إزاي؟ بجد عظيمة يا مصر، بجد. عندي كمان من ضمن الإدارة المركزية دواوين الحكومة. طب إيه هي دواوين الحكومة؟ هم رؤساء الإدارات العامة، وإحنا طبعًا لما كنا بندرس الحياة الاقتصادية عرفنا إن في إدارات للزراعة، وفي إدارات للصناعة، وفي إدارات للتجارة. عايزاكم ترجعوا للحصة بتاع الخاصة أو مجموعة الحصص، هي كانت 3 حصص للحياة الاقتصادية. ارجعوا ليها كده وشوفوا إن مصر القديم عرف في الزراعة إدارات، وفي الصناعة إدارات، وفي التجارة إدارات. طيب يبقى أصبح إن دواوين الحكومة دول هم رؤساء الإدارات العامة، ومنها إدارة الخزانة العامة، إدارة مخازن الغلال، إدارة السجلات، وإدارة السجلات والمحفوظات، وإدارة الزراعة، وإدارة الأشغال، وإدارة القضاء، وإدارة الصناعة. يبقى دي مجموعة الإدارات اللي موجودة، يعني تعتبر يعني اسمها إيه، اللي بتشكل دواوين الحكومة. دي إيه يا شباب؟ دي الإدارة المركزية. طب خلصت على كده؟ لا، كمان داخل الإدارات، داخل الإدارات دي اللي هي إدارة الخزانة وإدارة المخازن والسجلات والمحفوظات والزراعة والصناعة والقضاء وكده، كان يوجد داخل الإدارات دي عدد كبير من الموظفين والكتبة. عدد كبير من الموظفين والكتبة. وزي ما انتم شايفين كده الصورة فيها يعني نوع من أنواع الكتابة، أو يعني أو اللي هو كأنها بيكتبوا ما موجود في الإدارة، كان زي الموظفين كده اللي بيكتبوا. تمام؟ يبقى كانت الوظائف الكتابية هي أحسن وسيلة يضمن بها الشاب المصري. أنا بكلم الشاب المصري إن هو شعب، الشعب يعني الشاب المصري من الشعب، يعني الشاب المصري لتحقيق مستقبل مشرق له. كانت معرفة الإنسان المصري القديم للكتابة هي تعتبر وسيلة لتحسين من حياته، لأن هيشتغل بقى في الإدارات، هيشتغل كموظف وككاتب. واحد يقول لي طب يعني إيه أما يشتغل موظف أو كاتب، دي حاجة كويسة؟ أيوه، لأنه وظيفة الكاتب في مصر القديمة في ذلك الوقت تعتبر يعني فرصة ليحسن أوضاعه. يحسن أوضاعه إزاي؟ لأن ممكن يعني يوصل لأعلى المناصب، ممكن قد يصل إلى رئيس يعني رئيس ديوان مثلا، ديوان من أو رئيس إدارة من هذه الإدارات، ممكن كامل، ممكن يوصل لحاكم إقليم، تمام؟ ممكن يوصل منها الوزير. تمام يا شباب؟ يبقى الوظائف الكتابية دي كانت وسيلة يضمن بها الشاب المصري تحقيق مستقبل مشرق له. طب لو ما التحقش بيها، عنده بقى إيه؟ عنده فرصة يشتغل في الصناعة، عنده فرصة في الزراعة، عنده فرصة في التجارة. تمام؟ يبقى الشعب المصري منذ القدم عرف التخصصات وعرف مهامه، أهم حاجة إن يعرف مهامه وليه العمل اللي بيقوم به. تمام كده يا شباب؟ يبقى أنا عندي الإدارة المركزية. الإدارة المركزية دي من اللي بيرأسها الوزير، وكانت تتكون من 3 أقسام دول: مجلس الـ10 الكبار، كاتم أسرار الملك، ودواوين الحكومة. وداخل هذه الدواوين الموظفين وكتبة. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف سؤال، سؤال مقالي بيقول لي: كان العلم وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في مصر الفرعونية. كان العلم وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في مصر الفرعونية. اثبت صحة العبارة تاريخيا. طبعا احنا لسه قايلينها دلوقتي: حيث أتاحت الوظائف الكتابية في مصر الفرعونية فرصة أمام الشاب المصري أو الشباب المصري المتعلم لتحقيق مستقبل مشرق بالعمل كموظفين
وكتب داخل إدارات الحكومة المركزية. شايفين السؤال بيجي بسيط جدا، نفهم ونستوعب ونعبر بأسلوبنا في ضوء ما درسته وفي ضوء ما فهمته. تمام يا شباب؟ ناخد سؤال كمان. وظيفة كاتم وأسرار الملك تشبه حاليا، احنا لسه قلناها دلوقتي، الحاجب ولا الحارس ولا المدير ولا السكرتير؟ هي أقرب ما يكون إلى السكرتير. تمام؟ عند الإدارة المركزية عند المصريين القدماء تشبه حاليا بمجلس الوزراء ولا مجلس النواب ولا مجلس المحافظين ولا مجلس الشورى؟ الأقرب الإدارة المركزية تتكون من كذا وكذا، احنا لسه قلنا دلوقتي إيه؟ من حاجات كتير. أقرب ما يكون إلى مجلس الوزراء. تمام؟ ناخد كمان سؤال. حاكم الإقليم، كبار الموظفين، رئيس مخازن الغلال، كل هذه الوظائف مرتبطة بإيه؟ هل مرتبطة بالكاتب ولا المعلم ولا القاضي ولا المحاسب؟ طبعا الإجابة واضحة قوي جدا جدا بعد ما شرحناها، إن العامل المشترك بين كل دول إيه؟ دي مرتبطة بإيه؟ طبعا مرتبطة بالكاتب. إحنا قلنا إن يشتغل داخل هذه الإدارات وداخل هذه الدواوين مجموعة من الموظفين والكتب. تمام؟ تعال نستكمل كده. أخدنا الإدارة إيه يا شباب؟ الإدارة المركزية. تعال نشوف الإدارة المحلية. لما أتكلم عن الإدارة المحلية أقول مين هم؟ مين؟ حكام الأقاليم. الإدارة المحلية هم ايه؟ الإدارة حكام الأقاليم. يبقى أنا عندي إدارة مركزية وعرفنا هي مين أو هي ايه. دلوقتي هناخد الإدارة المحلية اللي هي حكام الأقاليم. الأقاليم هي مصر كانت أقاليم؟ أيوه طبعا، بس توحدت كلها تحت رئاسة أو تحت حكومة مركزية. طب أنت بتقولي أقاليم جمع، هم كانوا كتير؟ كانت مقسمة، مصر كانت مقسمة إلى 42 إقليم. 42 إقليم، وهنعرف إيه سر ال 42 دي في الحصة القادمة. تمام؟ إلى 42 إقليم، على رأس كل إقليم حاكم. على رأس كل إقليم حاكم. على رأس كل إقليم إيه يا شباب؟ حاكم. مين اللي بيعينه؟ الملك. لو تلاحظوا يا شباب إن كل التعيينات بتبقى من الملك. اللي يشرف عليه بيبقى الوزير. تمام؟ يبقى التعيين أو الاختيار بيكون من الملك، هو اللي بيختار. الإشراف بقى عليه ومتابعته بيكون من خلال الوزير. يشرف عليه الوزير. وكان في بعض الأحيان المنصب ده بيكون وراثي، يعني مثلا بيتم اختيار حاكم إقليم. حاكم إقليم ما مثلا ومات، يروح في بعض الأحيان ابنه يرث حكم الإقليم، لكن ليس شرط. ولكن ليس إيه شرط إن حاكم الإقليم لما يموت يتولى ابنه أو أحد، لا، يعين حد مكانه. بس في بعض الأحيان بياخد المنصب ده ابنه، يبقى في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان. طيب الإقليم ده كان بيتكون من إيه؟ قال لي الإقليم ده كان بيتكون من عدة مراكز، والمركز ده بينقسم إلى مدن وقرى. يبقى أفهم من كده إن الإقليم كان مساحته كبيرة ولا صغيرة؟ لا أكيد طبعا، إحنا شايفين كده شقة، دي خريطة لمصر. يبقى الإقليم كده أفهم من كده مساحته كبيرة ولا صغيرة؟ طبعا مساحته كبيرة. طب أنت بتقولي مساحته كبيرة على أساس إيه؟ كأنه كان بيتقسم إلى عدة مراكز، وكل مركز فيه مجموعة من المدن ومجموعة من القرى. تمام؟ يبقى أنا عندي كده إيه الإدارة المحلية، مين اللي بيرأسها؟ حكام الأقاليم. طيب حكام الأقاليم دول إيه دورهم وإيه؟ إحنا جبنا سيرتهم قبل كده أثناء ما كنا بنشرح في الدروس السابقة، وخصوصًا في درس ملامح من تاريخ مصر القديمة، الدرس الأول من الوحدة الثانية. وعرفنا وجبنا سيرتهم في أكتر من موضع، وجبنا سيرتهم أكتر خاصة في نهاية الدول القديمة وفي نهاية الدول القوية وبداية عصر الضعف. ليه؟ تعال نشوف. مع ضعف الدولة تمتع حكام الأقاليم بنفوذ واسع. يبقى حكام الأقاليم أمتى بيبقى نفوذهم كبير؟ مع ضعف الدولة.
لدرجة إن استقل بعضهم عن الدولة في حالة الفوضى، في حالة ضعف البلاد. ولذلك هكررها تاني، وقلتها كتير، وقلتها في الحصة دي، إن قوة البلد أو قوة مصر في قوة مصر القديمة في العصور القديمة كانت من قوة الحاكم. عندما يقوى الحاكم كانت البلد تكون قوية، والضعف يؤدي إلى الفوضى. الفوضى اللي يا إما تحصل ثورة اجتماعية زي ما هندرسها دلوقتي النهاردة أو الحصة القادمة، وأول ثورة اجتماعية في مصر في نهاية الأسرة السادسة، أو يحصل عملية غزو الأعداء زي الهكسوس. تمام؟ يبقى حكام الأقاليم كان يقوى نفوذهم عند ضعف الحكام، عند ضعف الدولة. ولذلك الدولة في مصر القديمة أيام قوتها كانت تسعى إلى سيطرة حكام الأقاليم، تسيطر عليهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيمثلوا تهديد للسلطة المركزية. يعني إيه الشباب تهديد للسلطة المركزية؟ تهديد لوحدة مصر. واحد يقول ياه تهديد ما السلطة المركزية يعني إيه؟ السلطة المركزية يعني الشمال والجنوب، الصعيد والدلتا، اللي هي وحدة مصر المركزية، إن مصر تفضل بقوتها وتفضل بوحدتها. طب هي بيهددوها ازاي؟ مش انت لسه بتقولي اهو ان هو كان وصل نفوذهم ان بعضهم استغل فرصة الضعف واستقل عن الدولة. استقل عن الدولة معناها ايه؟ ان كده بيمزق الدولة، معلش هتبقى وحدة واحدة وشعب واحد وبلد واحدة، وانما كده هتحصل عملية ايه؟ تفرق وتمزق. وهيبقى في يعني بدل ما تبقى مصر واحدة مركزية، هتبقى كده فيها ايه، جزء من يحكمها جزء يحكمها، وده طبعا شيء مرفوض تماما في اي عصر من العصور. فبالتالي سعت الدولة ايام قوتها للسيطرة على الحكام الاقاليم، لانهم كانوا بيمثلوا تهديد للامن، تهديد للسلطة المركزية. وهندي مثال على الملك سنوسرت الثالث. طب انا عايزه ابنائي وبنات الشطار يقولوا لي سنوسرت الثالث ده كان في اي عصر؟ سنوسرت الثالث، نرجع كده للخط الزمني بتاعنا. سنوسرت الثالث، برافو عليك، سنوسرت الثالث في عصر الدوله الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. سنوسرت الثالث قام بتنظيم اداره الاقاليم ازاي؟ سنوسرت الثالث وعد درس، لان سنوسرت الثالث في عصر الدوله الوسطى. ما يسبق عصر الدوله الوسطى ايه يا شباب؟ نرجع كده الخط الزمني بتاعنا. ما يسبق عصر الدولة الوسطى إيه؟ عصر الانتقال الأول أو عصر الضعف الأول. تمام؟ فكانت عصر الضعف الأول نتيجة لضعف ضعف بيبي الثاني، أو ضعف ملوك الأسرة السادسة في عصر بيبي الثاني بالتحديد. قامت ثورة اجتماعية وحصلت فوضى، مما زاد من نفوذ حكام الأقاليم، وساءت الفوضى في مصر في ذلك الوقت. فلما جه سنوسرت الثالث، طبعا عصر الدولة الوسطى احنا عرفنا بقى عصر الظهر الاقتصادي والحاجات دي كلها. يا ريت نرجع لدرس ملامح من تاريخ مصر القديمة، الدرس الأول من الوحدة الثانية. عمل ايه سنوسرت الثالث؟ قضى على نفوذ حكام الأقاليم وألغى وراثة المنصب. لاحظ سنوسرت الثالث إن توريث المنصب بيدي قوة للأسرة الحاكمة لإدارة الإقليم. قال لك لا، تبقى وظيفة وخلصت بموت صاحبها. تمام؟ أو ممكن يعين واحد مكانه لو كان عايش يعني، أو أساء تصرف. وأنشأ نظام جعل الأقاليم خاضعة لسلطة الملك. أنشأ نظام جعل الأقاليم خاضعة لسلطة الملك، لا تخضع لسلطة حاكم الإقليم، ولكن تخضع لسلطة إيه؟ الملك. يبقى كده اسمه تنظيم إداري للسيطرة على حكام الأقاليم، لأنهم كانوا بيشكلوا تهديد للسلطة المركزية في وقت ضعف الدولة. تمام؟ طيب ناخد كده سؤال. توقف نظام وراثة منصب حاكم الأقليم منذ عصر العتيق ولا الدولة القديمة ولا الانتقال الأول عصر الدولة الوسطى؟ طبعا أبناء الشطار المتابعين معايا هيقولوا لي عصر الدولة الوسطى. ليه؟ لأن يعني أنا قلت سنسرت إيه؟ قلت سمسرة مين؟ اهو لسه قايله سمسرة الثالث، وقلت ان هو تبع الاسره ايه؟ الدوله الوسطى. تمام؟ بذكركم دايما
في الخط الزمني، هيرتب أفكارنا وتبقى المعلومات بتاعتنا سهلة جدا إن إحنا نفهمها ونستنتجها بسرعة. تمام، يبقى توقف النظام وراثة منصب حاكم الإقليم منذ عصر الدولة إيه؟ الوسطى. ليه اخترت الدولة الوسطى؟ لأن أنا كلمت على سنوسرت الثالث وماذا فعل مع لتنظيم حكام الأقاليم للسيطرة عليهم. عندي سؤال كمان، قيام حكام الأقاليم بتقليد أعمال الملك، بيقلدوا أعمال الملك؟ آه، قيام حكام الأقاليم بتقليد أعمال الملك يعتبر عملا جيدا، ما عدا تقليده فين؟ هل توريث القيم؟ ولا توريث الحكم؟ ولا توريث العدل؟ ولا توريث المال؟ حكام الأقاليم كانوا بيقلدوا أعمال الملك، وده شيء كويس إن هو بيتبعوا الملك في إدارة البلاد، ده يعتبر كويس، لكن اللي ما يعتبرش كويس تقلده في إيه؟ توريث الحكم. تمام، يبقى توريث الحكم دوت لأنهم حسوا بقوتهم وحسوا إن الموضوع بتاعهم وإن هم ده المفروض، فبالتالي كانوا يسيئوا التصرف ويظهروا نواياهم في فترة الضعف ويستغلوا الفرصة، وقد هدد البعض بالانفصال عن الحكم المركزي في مصر. طبعا ده شيء مش كويس، مصر في حالة وحدة حكومة وشعب إلى يوم الدين إن شاء الله. العلاقة بين الحكام والشعب في مصر قديمة، دي مهمة أوي يا شباب إن احنا نفهمها بشكل جيد جدا، لأن مصر تضرب أروع الأمثال منذ القدم. الملك زي ما احنا عارفين كان له هيبة كبيرة والسلطة مطلقة. طيب، واحنا عرفنا ايه سبب السلطة المطلقة، لان نظر اليه المصري القديم على انه اله يدير شؤون الحكم في البلاد، وهو نظرية الملك المقدس، وكان يجمع في يده السلطة المركزية والقضائية والسلطة الدينية واعلان الحرب والسياسة الداخلية والخارجية، كان ليه مهام كتير. لكن احنا بنقول ان السلطه المطلقه مفسده مطلقه، السلطه المطلقه مفسده مطلقه. لكن هذه النظره اللي نظر اليها المصري القديم الحاكم على انه له هيبه وسلطه مطلقه تغيرت مع اواخر الدوله القديمه، مع اواخر الدوله القديمه اللي هي اواخر الاسره، نقول نقدر نشيل الدوله القديمه دي ونكتب عليها ايه؟ الاسره الكام؟ أواخر الدولة القديمة. حط الأسرة الكام يا شباب؟ مين الشاطر اللي هيقول لي؟ برافو عليك، الأسرة السادسة. الأسرة السادسة. نتيجة إيه يا شباب؟ الظلم والاضطهاد، وقيام أول ثورة اجتماعية في مصر. نتج عنها إيه؟ تحول نظام الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة. يعني إيه يا شباب؟ ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة. هي في كلتا الحالتين ملكية، لكن في الأولى كانت مطلقة ثم أصبحت مقيدة. مقيدة إزاي؟ يلتزم فيها الفرعون بما يصدره من قوانين. يعني أنت بتصدر قوانين تلتزم بيها زينا زي القوانين دي، تلزم الآخرين باتباعها، فكان يلتزم فيها الفرعون بما يصدره من قوانين، مش يصدر قانون ويعمل عكسه أو يعمل ما يناسبه، لا، القانون قانون. تمام، يبقى تحول نظام الحكم في مصر منذ أواخر الدولة القديمة من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة. السبب قيام أول ثورة اجتماعية في التاريخ نتيجة الظلم والاضطهاد اللي حصل في الفترة دي. الثورة الاجتماعية أو ثورة الشعب اللي حصلت أمتى؟ في أواخر الأسرة السادسة، في أواخر الأسرة السادسة في عهد الملك بيبي الثاني. طبعا الملك بيبي الثاني من ملوك الأسرة السادسة، حصلت أيامه ثورة، وده كانت بسبب إيه؟ ضعفه، لأنه كان كبر قوي في السن، تولى في سن صغير قوي كطفل، ثم وصل إلى مرحلة يعني سنه كبر قوي، كان عنده حاجة 90 سنة، فضعف حكمه. فنتيجة ضعفه حصل عملية بقى إيه؟ زيادة نفوذ من ليس لهم يعني ايه نقول ايه من ليس لهم في قلبهم حب على وحدة مصر. زادت نفوذ حكام الأقاليم
زادت نفوذ كبار الموظفين، حصل صراع بين أبناء الأسرة الحاكمة، كل ده أدى إلى إيه؟ حدوث نوع من أنواع الاضطهاد والظلم، لأن كل واحد كان عايز ياخد حاجة أحسن من غيره أو ياخد حاجة مش من حقه. فتعددت أسباب الثورة ما بين اقتصادية واجتماعية وسياسية. ياه، كانت 3 أسباب، أو يعني تعددت، مش سبب واحد بس اللي أدت لثورة اجتماعية، لا، اقتصادية واجتماعية وسياسية. اقتصادية واجتماعية وسياسية. كانت على سبيل المثال ضعف سلطة الملك بيبي الثاني نتيجة كبر سنه، نتيجة كبر إيه؟ سنه. وده طبعا جانب سياسي، تمام؟ جانب سياسي. زيادة نفوذ حكام الأقاليم والكهنة، ده برضه جانب سياسي. استغلالهم لموارد الدولة، طبعا موارد يبقى على طول اقتصادي. عدم الاهتمام بأمور الرعية وكثرة المظالم. وكثرة المظالم، ده جانب اجتماعي. تمام؟ يبقى تعددت أسباب الثورة الاجتماعية في مصر القديمة اللي احنا بنطرق عليها ثورة الشعب في أواخر الدولة الوسطى، ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، تمام؟ بسبب ضعف سلطة الملك بيبي الثاني، هذا الضعف نتج عن كبر سنه، فزادت نفوذ حكام الأقاليم والكهنة، واستغلوا الموارد لصالحهم مش لصالح الدولة، فبالتالي حصل عدم اهتمام بأمور الرعية وكثرة المظالم والاضطهادات. لكن الشعب المصري زي ما احنا شايفين الصورة كده، رفض الشعب المصري نظام الحكم وفاض بالكيل وخرج في ثورة عارمة مطالبا بالعدالة الاجتماعية. خرجت الثورة من منف، واشتعلت في مصر كلها. أعلنوا رفضهم كل ما موجود في المجتمع من ظلم وفساد نتيجة الظلم اللي حصل على إيد كبار الموظفين والكهنة وكل وأداروا شؤون البلاد لصالحهم وليس لصالح البلد. واستمرت البلد في حالة من الفوضى فترة من الزمان. احنا عارفين ان يعني حصلت هذه الفوضى، استمرت فترة من الوقت، لكن الحمد لله كانت لم تستمر طويلا زي ما احنا عرفنا في درس تاريخ الملامح من تاريخ مصر القديمة، ان هي هتخرج مصر من محنتها اكثر قوة، وتعلمت من هذا الضعف كتير، انها رفعت من قيمة الفرد، وانتشرت فكرة المساواة بين الشعب المصري، وظهرت على هذا الأساس طبقة لم تعتز بحسبها ونسبها ومكانتها كأسرة حاكمة بقدر اعتزازها بنفسها واعتمادها على قدراتها العقلية والمادية. وبدأ المصريين ينظروا إلى الملك على إنه حاكم، حاكم يجب أن يرعى مصالحهم ويعبر عن طموحاتهم وأمالهم. ولذلك احنا قلنا تحولت الملكية في مصر من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة يلتزم بالقوانين اللي تم إصدارها. وبالتالي تغيرت علاقة الحكام بالشعب بعد الثورة دي. وبدأ بالفعل الملوك والوزراء وحكام الأقاليم. ياه، الثلاثة اللي على سدة الحكم، الملوك والوزراء والحكام، يتفاخروا بالعدالة، بعدالتهم بين الناس وسهرهم على راحتهم ورعايتهم. فخرجت مصر من هذه المحنة قوية وتعلمت الدرس بشكل إيجابي. ولذلك دايما نقول يا شباب، ودايما أقول لكم، مصر قد تمرض ولا تموت، مصر لا تموت أبدا، تمام؟ يبقى الظلم يؤدي إلى الثورات، كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، السائل الحق هو من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. طب إحنا خرجنا، عملنا عمل المصر القديم في ذلك الوقت ثورة علشان الظلم والفساد وما حدث من إدارة أمور البلاد بشكل غير، يعني مش في صالح البلاد. ولكن لما الأمور استتبت وبدأ حكام الأقاليم والوزراء وعلى رأسهم الحاكم الفرعون يتفاخر بأنه يعني يقدم زي ما قلنا كده، يتفاخر بالعدالة بين الناس وصارهم على راحتهم ورعايتهم، خلاص كل واحد بدأ يقوم بشغل. ده اللي يقصده الشيخ الشعراوي، أن السائل الحق هو من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد، تمام؟ ودي طبعا عملتكم شريحة كده تجمع الثورة الاجتماعية بشكل منظم. أتمنى أن أنتوا تاخدوها كده سكرين شوت تحتفظوا بيها
عندكم في المذاكرة سلايد بيجمع الأسباب والأحداث ونتائج الصبر. أخذنا الإدارة المركزية، وأخذنا الإدارة المحلية، وأخذنا علاقة الحكام بالشعب المصري. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا من الحياة السياسية والإدارية. أنتظركم إن شاء الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.